بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. المثال هذا عندي هو عبارة عن quick retain mechanism. فبيقول لي هنا you are required to perform rigid body dynamics analysis for the shown quick retain mechanism. هو بيقول لي you are given the following data: input crank rotates with clockwise rotational velocity. بيقول لي انه هذا الكرانك بيدور مع قارب الساعة بسرعات 75 RPM. بعدين بيقول لي الشيء الثاني، بيقول لي the collar is fixed to the input crank. عندي هنا كولر مربوط مع الانبوت كرانك، طبعا الربط هو عبارة fixed. بعدين بيقول لي all contacts are of type no separation contact. خلينا نسوي الكلام هذا. اول شيء حنجيب نفتح الريجيد داينامكس، حنضيف الجيومتري، امبورت الجيومتري، عندي كويك ريتير ميكانيزم اوبن. الان حنروح على الموديل على طول، حنضيف المعلومات الموجودة عندي من الجوينتس وكمان الجوينت لود. خلينا نشوف الكلام هذا. هذا هو الكويك ريتين. خلينا نضيف أول شيء، حنحذف جميع الكونتاكتس الموجودة أولا سابقا، حنسوي لها ديليت. بعد ما سوينا لها ديليت الآن حنروح نضيفها واحدة واحدة. عندي أول شيء body to ground، body to ground fixed ما بين اللي هو اللي هو الستاند هذا fixed مع ground. كمان الان حنضيف joint ثانية اللي هو body to body revolute. عندي revolute هنا لا في مشكلة، لكن خلينا طيب خلينا نختار هنا، من هنا حنختار هذا الجوينت الفيس هذا. الآن اخترنا هذا الفيس، بعدين حنختار الفيس أو هذا هنا. الآن اخترنا طيب، بعدها كمان حنضيف جوينت ثانية اللي هي حنضيف body to body revolute اللي هنا. فحنقول حنختار مثلا وليكن apply، هنا apply حتى يظهر لي. حختار الفيس هذا، هذا الفيس، نقول له apply مرة ثانية. بعدين حنختار هنا، هنا نقول له الفيس هذا، نقول له apply. الآن عندي كمان جوينت هنا موجودة، هنا كمان revolute joint. عندي نختار من هذا، نختار الفيس الفيس الداخلي، نقول له apply. وبعدين هنختار الفيس هذا. الآن انتهينا من الريفوليوت هذه، الجوينت هذه. عندي كمان باقي هنا جوينت، هنا موجود عندي في جوينت، نختار الجوينت هذه. طبعا بادي تو بادي ريفوليوت، اختار اهو، اختار لي اياها. نختار الان، نختار هنا، نختار الجوينت الموجودة هنا. الآن هنرجع نختار الفيس الداخلي، نقول له apply. الآن انتهينا من الريفوليوت جوينت. عندي كمان translational joint body to body translational، هنختار نقول له apply،
لاحظ انه في مشكلة في الاكس اكسس، حنحل المشكلة هذه. الان اخترنا هذا. طيب خلينا نشوف مشكلة الاكس اكسس. لاحظ انه هو الحركة المسموحة فقط في الاكس اكسس، ولكن اتجاه الاكس هنا عندي غلط، فحنعدل في الريفرنس وحنقول له في الاتجاه هذا او هذا، انت تبغى البوزيتيف هنا او هنا، فحناخذ البوزيتيف في اليمين. الان هذا هو عندي الاكس اكسس. فيه نسينا بس نضيف اللي هو الكولر، الجوينتس الموجوده في الكولر. هنا عندي حنضيف جوينت فيكست، جوينت فيكست بادي تو بادي. حنختار طبعا فيكست ما يحتاج نختار الفيس الداخلي، فنختار اي فيس، ما نختار فيكست، مع نقول هنا ابلاي، ابلاي مع وليكن هذا السطر، نقول ابلاي. كذا انتهينا من فيكست جوينت وجميع الجوينتس. باقي لي الكونتاكت، خلينا نضيف الكونتاكت. طب متى نلجأ للكونتاكت اذا ما نقدر نستخدم الجوينت؟ فهذه فقط في الحاله هذه نضطر ان نختار نضيف الكونتاكت. عندي هنا في كونتاكت ما بين الكولر، فنقول هنا كونتاكت انزرت مانيوال كونتاكت ريجن. فالتارجت عندي اللي هو اللي حيتحرك، حنختار التارجت اللي حيتحرك، بعدين حنختار الكونتاكت ريجن، نختار واحد. عندي هنا 2 3، اوه الغينا السابق، 1 2 3، وعندي هنا الرابع. والان انتهينا من كافة الجوينتس. بعد كذا الان حضيف اللي هو اللود. لاحظ انه عندي لو نبغى نشوف مثلا نسوي كونفيجر مثلا للجوينتس مثلا، واللي يكون من هنا حنروح نشوف كونفيجر مثلا اهو، تأكد انه الجوينت شغالة صح اهو، ممتاز. مثلا عندي في ال مثلا وليكن هذا او خلينا نختار مثلا هذا مثلا، نشوف الان الحركة ممتاز زي ما انا متوقعها. الان خلينا نضيف الجوينت لود. عندي هنا الجوينت لود، عندي فين الجوينت لود؟ بيقول لي هنا الجوينت لود موجودة في حاجة ما أضفناها، معلش، في الكونتاكت. في الكونتاكت في حاجة ما أضفناها، احنا اخترنا التايب فريكشن لس، وحقيقة هو التايب نو سبريشن، نو سبريشن كونتاكت. هنرجع مرة ثانية للجوينت لود، هنضيف الجوينت لود هنا الموجودة. خلينا اي كرانك تو ستاند، لا مش هذه، مش هذه، مش هذه، ولا هذه، ايوه هذه هي، هذه هي الكرانك عندي، ستاند تو كرانك. خلينا نضيف الجوينت هنا ستاند، نختار ستاند تو كرانك، ستاند تو كرانك، ايوه بالضبط. فيقول لي هو يبغاها في عقارب الساعة، حوالين عقارب الساعة، ف حنضطر نغير في الدايركشن. فالانبوت عندي روتيشنال فيلوسيتي، حنغير اليونتس، حنختار ار بي ام، ممتاز الار بي ام موجودة 75 ار بي ام. طيب في حاجة بس ابغى اتاكد منها اللي هو في الريفوليوت، الريفوليوت هنا الزد، نتاكد انه جميع الريفوليوت الزد اكسس في اتجاه واحد. اوه هذا الاتجاه نفسه، هنا الاتجاه نفسه، الاتجاه نفسه، الاتجاه نفسه، اذا كويس كلها. طبعا هنا حنغير الجوينت لود، هذه مش في عقارب الساعة، فحنقول له اما ان نغير الدايركشن الخاص باللود او نضيف ماينس. فخلينا نضيف نعدل في نفس الجوينت لود، معليش، حنعدل في كل الجوينت لود الريفوليوت، نقول له هنا لاحظ انه هنا الزد في الاتجاه هذا، فاذا كانت الزد في الاتجاه هذا، اذا كان الزد في الاتجاه هذا زي ما هو موجود عندي مثلا،
فحيكون الحركة كلها عكس عقارب الساعة. فلحل هذه المشكلة إما نغير اتجاه الزد بدل ما يكون في الاتجاه هذا أعكسه في الاتجاه السابق في الاتجاه الخلفي، أو أغير في الجوينت لود بدل ما أخلي 75-40 أعطيه الماينس 75. الآن كذا صار حوالين مع عقارب الساعة. كذا انتهينا من الستاب للبروجكت أو السؤال. هنشوف السولفينج. أول مطلوب عندي هو التوتال ديفورميشن للسيستم. خلونا نشوف كيف شكل التوتال ديفورميشن للسيستم بعد ما ننتهي من عملية السولفينج. ننتظر حتى ينتهي من عملية السولفينج. طبعا احنا يا شباب يعني طلع معنا ايرور في المره الماضيه، فراجعنا جميع الجوينتس اللي سويناها والكونتاكت، تاكدنا منها وطلعت كلها في. طبعا ضبطنا الاكس الزد في الزد اكسس، خليناها في الاتجاه الخلفي هذا، في الاتجاه هذا وليس في الاتجاه الامامي. خلينا كل الزد اكسس في الاتجاه هذا. الهدف انه اساس انه تكون حركه الكرانك مع عقارب الساعه. في ملاحظه بسيطه، احنا جربنا في الترانزليشن جوينت، جربنا السطح هذا والسطح السفلي وتاكدنا من الاكس اكسس، ولكن بيطلع لنا ايرور. فلما جربنا السطح هذا على السطح هذا زي ما انتم شايفين هنا طلع معنا اوكي. ف الله اعلم ايش السبب، يعني ممكن انتم تجربوا يا شباب انكم يعني من الاسفل انه تختاروا الفيس السفلي هنا والفيس مثلا هذا، وان شاء الله يطلع معاكم الحل صحيح. او في خيار اخر انك تختار كونتاكت. لو اخترت كونتاكت حتمشي معك صحيح، كونتاكت نو سبريشن حتمشي معاك صحيح ان شاء الله. بعد كذا لما سوينا اخترنا في ترانزليشن جوينت اخترنا الفيس هذا والفيس هذا، طلع معانا السولفينج مشي معانا. فهذا بشكل يعني بشكل عام اللي هو اللي عملناه عشان نحل مشكله الايرور اللي طلعت معنا. طبعا اول مطلوب اللي هو كان توتال ديفورميشن. اول مطلوب كان معانا اللي هو التوتال ديفورميشن. فالان نلاحظ لو خلينا مثلا هنا الفريمز 100 فريمز 2 سكند مثلا او 4 سكند وليكن، ونشوف كيف حيشكل. هذا هو شكل الكرانك او حركه الكرانك أو حركه السيستم. طلع معانا اوكي. الان نلاحظ انه الكرانك بيتحرك مع عقارب الساعه. المطلوب الثاني كان plot the displacement of the gripper against the angle of rotation of the input shaft input crank. فايش اللي حنسوي؟ طبعا حنسوي total deformation، لا من حنسوي deformation او displacement. ايوه خلينا اول شيء نضيف الروتيشن بروب جوينت، خلينا نضيف اللي هو روتيشن للانبوت روتيشن. طبعا انا مهتم بالروتيشن ريليتيف روتيشن، نختار الريليتيف روتيشن حوالين الزد اكسس، نقول له نكبر هذا شوي نشوف انه هذا روتيشن. طيب عندنا كمان نبغى الديسبليسمنت للجريبر، فحنقول مثلا انزرت بروب جوينت ترانزليشن، نقول هنا ريليتيف ديسبليسمنت على الاكس اكسس، على الاكس اكسس، وبعدين حنقول ايفاليويت اور ريزلت.
بعد كذا هنسوي شاف. طبعا هذا هو displacement gripper displacement، خلينا نسميه rename gripper displacement displacement، وهنا اللي هو نقول هو crank angle crank angle. الان حنسوي new chart بمعلومية new chart بمعلومية to object to object apply. ال x axis اللي هو الكرانك انجل، وال y حيكون هو طبعا هنا نقول هنا both، وهنا في ال x axis حنسوي omit للtime. كذا هذا الشارت اللي انا ارغب فيه. هذا ال y axis اللي هو displacement displacement الخاصة بال الجريبر، وعندي اللي هو الاكس اكسس اللي هو الانجل الخاصة بالكرانك. هذا فيما يخص السؤال الكويك فيتير ميكانيزم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.